عودا إلى ما بدأنا به حول العلم، وخاصة إخواني توحيد الله سبحانه وتعالى والإخلاص، والحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة الهداية، وعلى نعمة القرآن. ليس كل واحد يحفظ القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار من عباده من يحمل القرآن. انتبهوا، وهناك فرق بين الخاتم للقرآن وبين الحافظ للقرآن وبين الحامل للقرآن. الخاتم هو الذي ختم القرآن وانتهى، أخذ شهادة أو أخذ إجازة أو، والحافظ هو الذي يحافظ على القرآن الذي حفظه، والحامل هو الذي يحمل القرآن، يحفظه ويحمله في صدره وكأنه يمشي به. وتعالوا معي نفصل في هذه الجمل الثلاثة. الخاتم للقرآن قد يختم القرآن ثم ينسى، هذا خاتم القرآن ختم ولكنه نسي القرآن. واختلف العلماء في من حفظ القرآن ثم ختمه ثم نسيه، هل يأثم أو لا يأثم؟ يعني بعضهم قال يأثم، وبعضهم قال إذا تسبب هو في نسيان القرآن وأهمل فإنه يأثم وحرم من خير كثير وحرم من النور المبين. لأن الله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالله اصطفاه اختاره ثم ينسى القرآن، هذا حرمان وهذا خسران. وفي الحديث، وإن كان الحديث فيه كلام، أعظم ذنوب ذنبا الإنسان أوتي القرآن، أوتي سورة ثم نسيها، هذا من الذنوب، من الذنوب العظيمة. ويكفي أنه حرم من الخير الكثير عقابا له على عدم اهتمامه ومراجعته للقرآن. وقال بعضهم إن كان لم يكن سبب في نسيان القرآن فإنه لا يأثم، مثل الذي مرض مرض وأعجزه المرض عن مراجعة القرآن، يعني أصاب بمرض في عقله فأصبح لا يدرك، لا يفرق بين الخير من الشر، أصيب بمرض أفقده عقله مثلا فهو معذور، مثل المكلف الذي فقد عقله. وفيه هناك كلام كثير، لكن الإنسان يحذر من نسيان القرآن فإنه ذنب عظيم وحرمان لا بعده حرمان. النوع الثاني وهو الحافظ للقرآن، الحافظ للقرآن يا أخواني والذي حفظ القرآن أيا كان الحفظ، حفظ رواية روايتان، حفظ السبعة العشرة، حفظ القراءات، لكن يحافظ عليها بالمراجعة. والعلماء في هذا أصناف، فهناك من الصحابة، ليس الصحابة كلهم حافظين للقرآن حفظة، ولكن الله عز وجل اختار منهم من يحفظ القرآن، من الصحابة اختار منهم من يحفظ القرآن،
الطبقة الأولى من الصحابة رضي الله عنهم كانوا الذين كانوا من الحفظة، كانوا هناك حفظة من المهاجرين ومن الأنصار، الخلفاء الأربعة كانوا يحفظون القرآن كما ذكر ابن الجزري وكما ذكر السيوطي كما ذكر الشيخ علي بن الضباغ شيخ المقالي المصرية سابقة، وهو حجة في القراءات وفي علم الرسم والضبط، ذكر هذا في كتابه سمير الطالبين في ضبط الكتاب المبين أن هناك من المهاجرين كان يحفظ القرآن ومن الأنصار كذلك، من المهاجرين الأئمة الأربعة عبد الله بن مسعود وموسى الأشعري وسالم مولى أبي حذيفة، ومن الأنصار منهم زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي الدرداء، وكثير من كانوا يحفظون القرآن، والأحاديث وردت في الحفظة، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، فذكره باسمه، وذكر أبي بن كعب رضي الله عنه، وفي الحديث أقرأ أمتي أبي بن كعب، وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، وهو من الحفظة وهو من الأنصار، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال أبي يعني وسماني يعني ربي، قال أبي بن كعب، قال نعم، فبكى بكى أبي فرحا لأن الله سماه فوق السبع سماوات على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب أبي بن كعب، يعني مدح أبي بن كعب، وكذلك مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة. وأنت تتعجب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي بن كعب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين ورسول رب العالمين، وأبي بن كعب صحابي، لكن الله عز وجل أراد أن يبين فضيلة أبي بن كعب، وقال العلماء يجوز أن يقرأ الفاء المفضول على الفاضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بن كعب، أفضل من أبي بن كعب، ولكن الله عز وجل أراد أن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب حتى لا يأتي فيما بعد أحد من أمته ونقول له اقرأ، قد يقرأ على معلم وهو أقل منه، قد يكون أقل منه، لا يمنع إن يقول أقل منه في الحسب والنسب والشرف والمال، وقد يكون أصغر منه سنا لكنه أحفظ منه، وقد يكون معلم ويأتي هو يكون عنده منصب كبير وزير مدير يعني عنده منصب ويقرأ على معلم، المعلم هذا ما عنده منصب لكنه حافظ القرآن حافظ ومتقن، فيجوز هذا كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن عن أربعة، وعد منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. إذن الحفظة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفين، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، ولذلك العلماء أنت لما تأتي لسيرة العلماء كما ذكر الإمام الذهبي المتوفى سنة 764 أو ما حولها في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي، ذكر الطبقة الأولى إلى الطبقة السابعة، ثم أتى من بعده ابن الجزري الإمام محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن الجزري
المولود سنة 750، المتوفى سنة 833 في القرن التاسع، وله كتاب اسمه نهاية نهاية غاية النهاية، كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، وذكر فيه طبقات الصحابة، طبقات أهل القرآن من الطبقة الأولى إلى الطبقة التاسعة، وذكر كل طبقة، الطبقة الأولى من الصحابة، والطبقة الثانية والثالثة والتابعين وتابع التابعين إلى طبقة ابن الجزري، وذكر فيها الحفظة، وذكر القارئ ومولده ووفاته وشيوخه وتلاميذه، ذكر تلاميذه تلامذته، وذكر صفاته العلمية والخلقية وأعماله، كل هذه مذكورة في معرفة القراء الكبار للذهبي. اكتبوا هذين الكتابين، اكتبوا هذين الكتابين واجعلوهم عندكما في مكتبتكما، معرفة القراء الكبار للذهبي وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري.